اصبر انا لسه هرصها في بضاعه مفيش ماشي 60 جنيه هو ده يعني واحد بقى لا مش تبعي مش تبعي مش تبعي مش ده مش موسم الناس الموضوع دلوقتي مختلف ناس ولا حد بينزل شوارع ولا حد بيطلع النهارده اللي بيجي ياخد الاكله دي كانوا بيتجمعوا عيله والكلام ده النهارده بقت كل اسره في بيتها ولا في جنين ولا في خروجات ولا في اي حاجه فاللي بيجي ياكلها اللي هو ايه عشان خاطر فاهم اللي هي العاده بتاعته العاده السنويه بتاعته وبقت على القد لو هو كان بياخد كيلو فالنهارده بياخد ربع كيلو فما بقاش فيه مفيش تجمعات مفيش اي حاجه انا عمري ما كان يبقى عندي موسم بالمنظر ده انت ما كنتش تعرف تقف الوقفه دي ده كان عندي توابيه كيلو بسيط؟ نص 150 جرام تمام ايه؟ كيلو لا 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 شوية الضغط عندنا هنا في المحل بالنسبة للفسيخ لأن المحل هنا مشهور بالفسيخ الدلع احنا هنا عندنا فسيخ وملوحه وسردين ورنجه لكن الضغط في الشم النسيم بالذات بيبقى في الفسيخ والرنجه عروستي احنا جايين نشتري الفسيخ زي كل سنه وهنقعد في البيت بس قلنا على الاقل نشتريه السنه دي يعني برضو كالعاده وطبعا قاعدين في البيت ملتزمين بالحظر اللي هتعمله الدوله عشان ظروف الوباء وظروف العالم كله لا كده ناخد احتياطاتنا اليومين دول الكمامه والجوانتي نتعامل مع الزبون في مسافه ما بيننا وما بين الزبون الزبون بنعمل ما بينه وما بين الزبون التاني مسافه اللي يبقى واقف مثلا بندي على الاقل لو هو مت فبنديها ايه تقريبا ان احنا بنبعد الزبائن عن بعضيها